قبل الله. ده جابت عامله طلقت ولا لسه؟ ماشي يا عسل. لسه كنت هتجوزك، كانت الخيبه اللي تتشكي. طب ايه جلابيه امك ولا ايه؟ ليه كده بس يا عم سني؟ يا دي الجلابيه دي انا شايف امك لابساها امبارح بالليل. يا عم سني انت كده هتسيح لي في المكان. طب بكام دي بقى؟ دي ب 35 جنيه عشان خاطر عيونك بس يا عم سني. قول كلام حلو عشان اخدها عشان المدام. خلاص يا عم سني اللي تدفعه. اللي ادفعه ايه؟ يا عم سني دي اخر موديل. خد يا ولد خد هم 20 جنيه اهم. ماشي يا عم سني. صباح يا عم سني. انت رايح فين؟ ماشي. الجلابيه. الجلابيه لمين يا ابني؟ المدام. المدام ماتت من زمان يا ابني. ماشي يا عم سني يا عسل حبيبي. الله يرحمك يا حاجة. الله يرحمك. بس استنى يا بطل. السلام عليكم. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا حاج؟ انا عمك حافظ السني صاحب المكتبه اللي بره دي. ازاي بس يا حاج؟ ده انت غني يا حاج. اتفضل يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا حاج. خش اتفضل. اتفضل يا حبيبي. اقعد اتفضل. انا ما دخلتش الورشه دي من ايام الوالد الله يرحمه. الله يرحمه يا حاج. كان اعز اصدقائي. الله يرحمه. الله يرحمه. امورنا يا حاج. الامر لله يا ابني. انا عايز اعمل باب حديد للمكتبه بتاعتي. انت عارف الايام دي مش مضمونه. عيني يا حاج. انا بكره ان شاء الله انزل ارفع المقاسات واقول لك الليله دي كلها تتكلف كام. قول لي بس الباب ده انت عايزه كام متر؟ والله يا ابني ما اعرف. اصل انا عايش انا وبنتي الوحيده لوحدنا. لا. على باب الله كده. لا يا حاج عيني من علي امورنا. بص لو جيت بكره المكتبه وما لقيتنيش بنتي شاديه موجوده. اول ما تشوفها هتعرفها. بنت زي القمر شبهي بالظبط وحنينه وطبخه بقى ما اقولكش. حاضر يا حاج. امسك يا ابني ال 500 جنيه دول قرايه فتح عربون لحد ما نخلص الموضوع. خليهم معاك بس يا حاج نخلص المصلحه ان شاء الله ونبقى نتحاسب. يا ابني امسك دول ربط كلام لحد ما نكتب لحد ما نركب الباقي. يا حاج بس خليهم معاك. اسمع كلامي خليهم معاك. ماشي يا ابني. السلام عليكم يا ابني. وعليكم السلام يا حاج. نورت.